بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أعزائي طلبة الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله نحل مع بعض النهاردة الدرس الثالث من الوحدة الثانية، آخر درس في المنهج لسنة ثانية من كتاب جنيان. نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقت، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات الدرس الثالث بيقول لي باتو بغط دولفين وبتال وسيان بارك دي اتراكسيون بروجي ريسترون سوفونير سيرف توبوغان ترين دومين بيبلوتيك بوتيك شيف سوري إماج إندكسيون ميزون أنتي مونتان بور فوتو سوفونير بيسين تت ترين دومين كتر الظلام ميزون أنتي بيت الرعب بعتو بغط مركب القرصان مونتان روس قطار الموت او القطار السريع توبوغان زحلي aujourd'hui autre célèbre d'accord demain mollet pendant préféré prochain tout noir touristique vive les vacances ajouter annoncer avoir beau, créer, dessiner, discoter, faire beau, nager, s'amuser, se promener, tourner, voyager. Gib la fal. Venir d'où, yatimin. Viens, 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 vino, vini, vienne. Savoir. C'est, savon, savez. Les, de verbe l'air. Les ont, les aient. Fait, faisons, fêter, font. Gab le kata tahta biouli. Salut, salam, je suis Nicolas, naïsmi Nicolas. Je viens de Paris, en agaïm en Paris, mais lakin. J'habite au Caire, askoum fil Kahira. Mon père Abi يكون بروفيسور et أمي تكون جورناليست صحفي. أنا عندي أختين ليا وإيما. يبقى إيما وليا دول إخواته. ليا تكون انفيرمير ممرضة. ليا ممرضة. إيما تكون فارماسيان صيدلانية وإيما ولا إيه إيما إيما تكون صيدلانية. Pour moi, بالنسبه لي je suis étudiant à l'université. انا اكون طالب في الجامعه. Pour le temps en France, بالنسبه للطقس في فرنسا, il fait très froid, الجو بارد, يوجد دنياج سحب وقلبل وتمطر. يبقى الاب مدرس والام صحفيه. اراجع القطعه تاني. الاب مدرس والام ايه صحفيه. طيب نشوف هنخش مع بعض ازاي. نيكولا يكون فرنسي فرنسي الاخراني. لو بيردو نيكولا ابو نيكولا يعمل هو الاب مدرس يبقى اكيد الله يكل. ام فرنسا في فرنسا اونيفير في الشتاء السماء تكون صافيه صفراء زرقاء مغيمه. ليه وايما ليس عندهم نفس المهنه ما عندهمش نفس المهنه ده واحده صيدلانيه والتانيه ممرضه. بور ساموزي لكي نتسلى انفا نذهب الى بارك دو اتراكسيون حديقة الملاهي. انفا على مونتان نذهب الى الجبل لكي نمارس ادور على سكي تزلج دي اللي في الجبال. التزلج على لوح الماء تنس تزلج الجبال سباحة. ام بتساوي الضمير ال ضل بسين في حمام السباحة قلنا جي نسبح التالتة.
الفياندو تغين دومين هو جاي من قطار الظلام، إليته إنه جميل كله أسود نوار الأولاني، اسمه قطار الظلام. أنوات أون أشيتي دي سوفونير à la bibliothèque المكتبة à la boutique من البوتيك، يبقى ناخده à la boutique نشتري هدايا تذكارية. Les chefs souris sont تكون au bateau برات، اللي هي الخفافيش تكون في مركب القرصان ولا في بيت الرعب؟ قال لك في بيت الرعب. لتوريس السياح يأتون أو يزورون لفيل المدن توريستيك السياحية، أخذ التالت. Je suis fatigué ma tête رأسي تغني تلف أو تدور. تعال نصرف فينير ما عليك وبين الزملاء جمع بتساوي الضمير ال، يبقى فينير حيبقى فيان نهايته او ان تي، في مع ال هتبقى في اف اي تي، savoir مع الفو هتبقى سافي، راجع التصريف كويس واكتبه. لير مع الجو هتبقى لي. ساموزي مع الأن هتبقى ساموزي. أخرقو فيرب زو ضمري. فواياجي مجموعة أولى مع التو هتبقى فواياجو، آخرها واس. جايب لي فينير دو تصريف احنا لسه قايلينه، قال لك ان الدو بتيجي مع الاماكن المذكرة، يبقى دي بتاعت المذكر ودي بتاعت المؤنث ودي بتاعت المبدوء بحرف متحرك ودي بتاعت الجمع. كاتب لك دي او او دي ابوصرف مع الدولة المؤنثة، دي او او دي ابوصرف مع القارات، وفي الغالب دي او ابوصرف بس. اسماء الدول المذكرة مبدوءة بحرف ساكن تاخذ دو، اسماء الدول الجمع تاخذ دي، أسماء الدول المذكرة مبدوءة بحرف متحرك تأخذ ذو أبوصرف، أفعال أسماء المدن مع فينير تأتي وتأخذ دي أو أو دي أبوصرف، ما عدا طبعا القاهرة والفيوم وسيناء بتأخذ دو. يلا نحل عليهم في الصفحة اللي في الوش. روماريو نوع دو برازيلي، روماريو بيساوي الضمير اللي بافيان التانية، النو معاها نهاية أون إس التالتة. مامي أمي ومنى بتساوي الضمير إلا بتاعت الجمع، يبقى أخد نهاية أون تي الأولانية. أم بتساوي الضمير إلا بتاعت المفرد، يبقى أخد فيان الأخرانية، آخرها حرف التي. دي أو فو من أين أنتم؟ الفو بتاخد نهاية وزد التالت. التلاميذ يأتون من المدرسة، المدرسة مذكر أخذ دو. المنيا مدينة تاخد ديو. الولايات المتحدة دولة جامعة أخد دي. فرنسا مدينة دولة مؤنث تاخد دو. المستشفى مكان مبدوء بحرف متحرك أخد دي أو إلا أبوصرف. حمام السباحة مكان مؤنث أخد دولا. يأتي من المغرب، المغرب دولة مذكر تأخذ دو. طنطا مدينة بتأخذ دي. المدرسة مكان غير المدن وغير الدول بتاخذ دي او الا بصرف عشان مبدوء بحرف متحرك. المكتبة مكان تاخذ دولار. بلجيكا دولة مؤنث تاخذ دو عشان مدينة دولة. السودان دولة مذكر تاخذ دو. الاهرامات مكان جامع اخذ دي. الفندق مبدوء بحرف متحرك اخذ دي او ولا بصرف مكان. الصين دولة مؤنثة اخذ دو. البرتغال دولة مذكر اخذ دو. تمرين في صفحة 229 بيقول لي تغين دومين قطار الظلام، بارك دي اتراكسيون حديقة الملاهي، الزحلية بيت الرعب، مونتاروس قطار الموت، بوتيك المكتبة أو البوتيك قصدي المحل. لو كنت في العطلة نذهب إلى حديقة الملاهي، أكتب على حديقة الملاهي رقم واحد. إلي زومبو، إلي زومبو إنهم خايفين، هم جايين من بيت الرعب رقم اتنين. نوزافو لا تيت كي تغني، عندنا راس بتلف يبقى جاي من قطار الموت. تلاتة إلي مولي إنه مبلل، هو جاي من الزحلية. أربعة
جسويتو نوار، انا كلي اسود، انا جاي من قطار الظلام. 5. اليادي بو سوفونيري وتضايا تذكارية جميلة في البوتيك. 6. جيب لي زمن اسم المستقبل القريب، تكوينه كلمتين ما فيش غيرهم، تصريف فيرب الير زائد المصدر. طب لو جالي فعل ذو ضميرين يبقى تحويل السو والمصدر. تصريف الير في ا اي اس في ا اس في ا نوزالون فوزالي الفون. الير هنا في الزمن ده معناه سوف. نخش نحل عليه على طول في الصفحة اللي بعد كده. دومان غدا الفا فيغ، تصريف الير مع ال بقت فا. اون فا دي فعل الير، عايز وراء الفعل في المصدر. ليلي سون الدروس، اتيدي الي اتيدي ندرس الدروس او نذاكر الدروس، يبقى خدنا التاني. النو معاها نهاية اون اس، يبقى نوصل له الاولانية. مونفرير اخي يذهب او اخي سوف، الفعل الاولاني المصرف احنا عارفين هيبقى التاني مصدر جوي. ادي الير يبقى عايز مصدر، بس ده فيرب ذو ضميرين، لابد من تحويل السو مع التي تي وادور على المصدر. قالك الاخراني حط الافعال في الفتيغ بورش في المستقبل القريب. الافعال جاي مصدر، مش هتعوز فيها غير تصريف فيرب الير وتكتب الفعل. طب ما هو جاي مصدر خلاص. التاني يبقى في ا اس والفعل. التالت صديقي يبقى في ا بس والفعل. الوالدين هتبقى فون ونفس الفعل فواجي. فير مع التو هتبقى في ا اس. نو مع براندر هتبقى اللون والفعل في المصدر زي ما هو. ضع هذه الجمل في الفتير بورش في المستقبل القريب، يبقى القطار فا الريفير مصدر. القطار يصل، يبقى رجعنا فير بالريفير الى فا الريفير مصدر. التلاميذ يأخذون الأجازات، يبقى التلاميذ جمع هتبقى فون وفيرب بروندر آخره إرو يأخذ. وأكمل الجملة. الفي فور واي يبقى الفا فيغ، الجو سوف يكون فيغ مصدر آخرها إرو. أون بارتيسيب نحن نشارك، ألا فيت في الحفلة، يبقى أون فا بارتيسيبير مجموعة أولى آخره وار. الأسبوع القادم أنا سيكون عندي بافا مع الجو وافار آخرها إي آر. سيرف يتصفح هتبقى في آ إي إس، وادي سيرف آخرها أو إر مجموعة أول. أدوات الاستفهام اللي جاية لي في الدرس ده هو أو أين، دي أو من أين، با أو بأين، هنحطهم في الأسئلة. كو ماذا، كاسك ماذا، نفس القصة. كل وكل 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 معناهم ما وأي. دول مذكر طبعا والمؤنث وجمع المذكر وجمع المؤنث. يلا نخش مع بعض على الحل على طول. فيانتو تأتي أنت، أين ولا من أين، يبقى من أين. فوزالي فيغ سوسوا، ماذا ستفعل هذا المساء، عايز ماذا التي تأتي في بداية السؤال. قال لك كاسك، كاسك الثالثة معناها ماذا. أدي عينا، متى، ماذا، ما وي. قال لي فوغ تذهب إلى حديقة الملاهي، بحاول له بوركوا، لماذا. تكون توت فواياج رحلتك، يبقى أقول له كيف تكون رحلتك، أخذ كلمة كومون. سيزون الموسم أو الفصل مؤنث، أخذ كلمة كل الأخرانية. اون تروف لا ميزون انتي، تجد بيت الرعب، اين، من اين، ما، متى، يبقى اين تجد بيت الرعب او اين نجد بيت الرعب، يبقى خد او. تيبو موني تتنزه في الحديقة، كل، ما او اي، ماذا، متى تتنزه في الحديقة، اخد كوم. سؤال توصيل بيقول له من اين تأتي، من اين ابوك يأتي، قال لك من فرنسا، يبقى خدنا من اللي هي دو. كي ام تي دون لوناتير، ماذا تحب في الطبيعة، قال لك العصافير ولا الربيع ولا تريبيون، يبقى ناخد العصافير، اخد او. كيلتون بالفي، ما حالة الجو، هقول له تغيدو، لطيف جدا، اخد بي. اين تذهب، هقول له او كلوب الى النادي، اخد ا.
كل سيزون أي موسم تفضل أنت على لوب وانتم بالربيع أخد سي؟ عود السؤال. نحن نكون في إيطاليا حول أنكل فيل أنكل بايي في أي بلد؟ أوني نكون نصم نحن نكون أباك في الحديقة أو نحن نذهب إلى الحديقة. أقول أو أليفو تذهبون، النو تحولت لفو والنهاية أون لسه تبقى أو زد. نحن نكون في الصيف حول أن كل سيزون في أي موسم فوزت أنتم تكونون. الفيت غير فروشو الجو حر جدا، هقول له كل توم بالفي ما حالة الجو، كل توم الفي ما حالة الجو. جي دي تيست أنا أكره الحشرات، هقول له كو تي دي تيست ماذا أنت تكره؟ خلينا النهاية بتاعتها وأس عشان ده فعل مجموعة. تيدومون تطلب من زميلك من أين هو يأتي، هو هيقول أنا أكون في النادي، أنا جاي، هو جاي من النادي، أنا أذهب، أنا أأتي، يبقى أنا هرد هقول له أنا جاي من النادي. تيدومون تطلب من زميلك الفرنسي أين هو يذهب يوم الجمعة، هو هيقول أنا أذهب إلى المدرسة، أنا أبقى في المنزل، أين تذهب يوم الجمعة؟ أنا أشاهد التلفزيون، يبقى أنا أبقى في المنزل. بوغ دوماندي لكي تطلب الساعة بتاعت وصول الطائرة، أنت هتقول من أين تأتي؟ مع من أنت ترحل أو تأخذ الطائرة؟ في أي ساعة تصل الطائرة؟ أخذتها على طول. تونامي زميلك تي دوماندي يطلب منك كل جو تي بغفي أي لعبة تفضل في حديقة الملاهي، أنت هتقول له فضل السباحة، أفضل الزحلية، أخذ رقم سي. تي دومون تطلب من زميلك سون بوغجي مشروع في المستقبل، انت هتقول له كيسك تي فا فير او فتير، ماذا سوف تفعل في المستقبل، اخذ الاولاني. البروفيسور مدرس تي دومون طلب منك بقوة لماذا تذهب او بارك دي اتراكسيون الى حديقة الملاهي، انت هتقول له لكي اذهب الى المنزل بتاع عمتي، بو علي لكي اذهب الى بيت الرعب، اخذها. تي دومون تطلب من زميلك أين يذهب لكي يأخذ لوباتو بغط مركب القرصان، هو هيقول لي أدور على حديقة الملاهي الأخرانية. تي دومون تطلب من زميلك أين هو اشترى سيفونير هدايا تذكارية، هو هيقول على باتنوار، على فارماسي، على بيبلوتيك، على بوتيك دي سيفونير، في محل الهدايا التذكارية. القطعة الأولانية بيقول لي لوسي مدرسة السلام في السويس. أورجانيزي تنظم أن فواياج رحلة إلى حديقة الملاهي على فيل في مدينة 6 أكتوبر. البرنامج لعبة زحلية، بيت الرعب، لابغي ميدي بعد الظهر، براندر لودجني، أخذ الغداء في المطعم دو بارك بتاع الحديقة. لسواق في المساء، فير أنتو نعمل جولة حرة، أو مجازين في المحلات. لدو بارك الرحيل يقوم يوم الاثنين 15 يناير الساعة 7 في توبيس أمام المدرسة. العودة الساعة 22 لوميم جوغ نفس اليوم. السعر 150 جنيه بار بيرسون للشخص. هذه الوثيقة تكون إيميل ولا خطاب ولا إعلان، يبقى ناخده إعلان. التلاميذ بون مونجير سيكونون في حديقة الملاهي في الزحلية بيت الرعب في المنزل في بيت الرعب في حديقة الملاهي. سيف فواياج هذه الرحلة تكون، هو قال في 15 يناير يبقى في الشتاء. التلاميذ فون فروتوني سيعودون إلى السويس الساعة، هو قال الساعة 22 يبقى الساعة 10 دو سوا. الفرنسيين أمي يحبون قضاء أجازتهم أين؟ كريستين 28 سنة قالت اون فا اون ايطالي نذهب إلى إيطاليا، اون بو نستطيع زيارة دو شاتو الكسور بتاعت ولا تو دي بيز برج بيز. لوس 22 سنة قال موانا عاشق لمونتان الجبل، في الصيف أنا سوف أعمل دي لارادون تنزه أو سير أون سويس في سويسرا. ليو قال 24 سنة
رتب غشاء الصيف القادم. جي في أليغ سأذهب إلى مصر. جي في فيزيتير سأزور العريش. سابلاج شاطئها يكون مانيفيك. والكريستنس تقضي أجازتها في سويسرا ولا في مصر ولا في فرنسا ولا في إيطاليا؟ أخذ في إيطاليا. لوك يحب الريف ولا الجبل؟ يحب الجبل. ليو يذهب إلى مصر في الشتاء؟ هو قال في الربيع في الخريف في الصيف، يبقى في الصيف. هؤلاء الشباب يكونوا فرنسيين إيطاليين، هم فرنسيين. طب جوموبيل عادل، أنا اسمي عادل وعندي 21 سنة، في الصيف الفيت غيشو، الجو حار جدا في المنصورة. جيبي بصير سأقضي أجازتي في الأسكندرية عند من أنكل عمي إيهاب. في الصباح أنا سوف أسبح مع مون كوزين ابن عمي. لبريوم دي بعد الظهر أنا سوف أمارس ركوب الدراجات مع بنت عمي. في المساء أنا سوف أذهب إلى السينما مع عيال عمي. عادل يكون نسيان طالب، هو عنده 21 سنة. ني بابا أوليسي لعزة بالمرسة، إيه نكون متي ما زال صغير بخدنا التاني. عادل يسكن في المنصورة. عادل يذهب إلى الإسكندرية، هو قال أنا سوف أذهب إلى الإسكندرية. سيال بمفرده، عادل سيذهب إلى الإسكندرية بمفرده مع ابن عمه مع بنت عمه، سيكون إيه هيذهب إلى الإسكندرية بمفرده. عادل سوف يسبح بمفرده فوق، هيسبح مع ابن عمه. في الصيف الجو يكون جميل في المنصورة فوق، الجو حر. عادل يحب الذهاب إلى السينما فري. تيدومون تطلب من زميلك أين هو سوف يقضي الأجازة، هو هيقول لك الأجازة تكون رائعة، أنا سأقضي الأجازة مع ابن عمي. أنا سأذهب إلى الخارج، يبقى أخد أنا سأذهب إلى الخارج لأنه عايز أين. تيدومون تطلب من زميلك بوكوا لماذا أنت تذهب إلى حديقة الملاهي، أنت هتقول له زميلك بيطلب منك ليه أنت بتروح حديقة الملاهي، أنت هتقول له لكي أتسلل أولاني. بوتيم فغمي لكي تسأل عن أو تسأل زميلك من أين هو يأتي، أنت تقول له في أي ساعة أنت تأتي للنادي، كيف تأتي للنادي، أين هو يذهب، من أي مكان أنت تأتي. أخذ الأخراني. تيدومون تطلب من زميلك بوكوا لماذا تذهب إلى البوتيك، أنت هتقول زميلك بيسألك لماذا تذهب إلى البوتيك، أنت هتقول له لكي أشتري أدوات مدرسية، لكي أشتري صور تذكارية، أخذ صور تذكارية. تيدومون تطلب من زميلك ماذا يعمل في حديقة الملاهي، هو هيقول لك أتزلج، أمارس الزحلية، أعمل الزحلية. بو أنونسي لكي تعلن عن تيبو بروجي مشروعاتك في العطلة القادمة، أنت هتقول أنا سوف أمارس العجل، مشروعات في العطلة القادمة، أنا سوف أمارس العجل تنفع. دي أذهب إلى المدرسة، دي مضارع، ودي العطلة تكون يوم الجمعة، مش عايزها في حاجة. لكي تقبل انفيتاسيون دعوة زميلك بور غلير للذهاب إلى حديقة الملاهي، أنت هتقول له أنا بخاف من الخفافيش، آسف، ميرسي، شكرا لدعوتك، لكن أنا لا أستطيع. بوركوابا لما لا، إنها فكرة جيدة. تي كومون تطلب من زميلك بوركوا لماذا أنت عندك راس كي تغني تلف، هو هيقول لأنني ذهبت جاي من البوتيك، جاي من قطار الموت، قطار الموت هو اللي فيه دوار. تيدومون تطلب من زميلك أكليغ في أي ساعة، هو يذهب إلى حديقة الملاهي، هو هيقول أنا أذهب إلى حديقة الملاهي يوم الجمعة، هو عايز في أي ساعة. أنا آتي من حديقة الملاهي الساعة 6، أنا أذهب إلى حديقة الملاهي عايز يذهب الساعة 7. تنمي زميلك تيدوموند من أين، يسألك من أين تأتي، أنت هتقول له أنا جاي الساعة 4 بعد الظهر، أنا جاي في سيارة، أنا جاي مع أبي، أنا جاي من المحطة، وعايز من أين. أنت تطلب من زميلك أين هو يذهب لكي يأخذ قطار الظلام، هو هيقول لك من حديقة الملاهي.
أذهب إلى حديقة الملاهي. تنمي زميلك تي دوماند يطلب منك نشاطك أثناء الأجازة، هو هيقول لك ما حالة الجو؟ لماذا أنت تريد أن تأخذ أجازة؟ ماذا أنت تفعل أثناء الأجازة؟ أخذت على طول، ده النشاط. تي دوماند تطلب من زميلك لابروفيسيون مهنة أبوه، هو هيقول لك هو يكون جورناليست صحفي. أنت تطلب من زميلك أين نكوزين الطباخ يعمل، هو هيقول أورستغون في المطعم. زميلك تي دوموند يطلب منك ماذا لوفيتيرينير الطبيب البيطري يعمل، انت هتقول هو يعالج لزلمو الحيوانات. هو كوفي الطبيب البيطري يعالج الحيوانات الأولانية. بوغسين فورمي لكي تسأل على ليفوياج رحلة المدرسة، انت تقول لكي تسأل على رحلة المدرسة هتقول انت تحب الرحلات، مع من تسافر انت، اين الحفلة، أين تكون الرحلة سوف تكون. تي دوموند أن تطلب من زميلك لادوغي مدة إجازته، أنت هتقول له متى تأخذ الأجازة، ماذا ستفعل أثناء الأجازة. كومبيان دي سومين، كم من الأسابيع أنت تأخذ أجازة، أو الأجازة تأخذ أنت، هي دي ده عايز المدة. أن تطلب من زميلك من أين هو يأتي، أنت تقول كيف تأتي من المدرسة. من أين تأتي، أن تطلب من زميلك من أين هو يأتي، أنت هتقول له من أين تأتي. تي دوموند أن تطلب من زميلك لماذا أنت تكون أسود، هو هيقول بارسكول أنني جاي من قطار الظلام، هي دي. أنت تطلب من زميلك ماذا هو يوجد في بيت الرعب، هو هيقول لك أدور على كلمة خفيش. أنت تطلب من زميلك لماذا هو يسافر إلى باريس، هو هيقول لكي أزور الأهرامات، لأنني أحب السكن في أسبانيا، لكي أرى برج إيفل، أخذ لكي أرى برج إيفل. أنت تطلب من زميلك أين تجد لشيف سوري الخفاش، هو هيقول في بيت الرعب. تي أنونس أنت تعلن إلى والديك تي بروجي مشروعاتك للعطلة، أنت هتقول غدا إنها عطلة، ماذا سوف تفعل في العطلة؟ أنا سوف أسافر، أنت تعلن يبقى أنا سوف أسافر مع الزملاء. طامير أمك تي دومون طلبت منك من أين تأتي، أنت تجيب أنا جاي من حمام السباحة، آخذ الأولانية. القطار سوف أو يأتي أو يذهب إلى القاهرة، أخذ أو. نحن نأتي من المكتبة، من أخذ دولا عشان المكتبة مؤنث. لا ستيديان المواطنين يعيشون في المدينة، المدينة مؤنث، أو يأتون دي يأتي بأخذ دولا فيلا عشان المدينة مؤنث. أبي جاي من الفندق، أخذ ديولا بصرف. نبيل يأتي من مدينة لندن، احنا قلنا المدن بتاخد دي أو. ماريو جاي من روما، برضو مدينة تاخد دي او. محمد يأتي من السنغال، دولة مذكر تاخد دول أولاني. هم يأتون من البوتيك، البوتيك مكان مؤنث، أخد دولا. جاي من الولايات المتحدة، جام أخد دي. يأتي من النادي مذكر، أخد دو. يأتي من ميدان التزلج، هنا لا يبقى أخد دو بس عشان تبقى دولار. الفلبين دولة جامعة، خد دي. اليابان دولة مذكر، اخد دو. جاي من حصة، من حوش الفسحة، الحوش الحصة، احنا قلنا الحصة مذكر والحوش مؤنث، يبقى الحوش مؤنث اخد دولار، كنت بعرف لقلبي على طول. يأتي من الأرجنتين، دولة مؤنث مبدأ بحرف متحرك، أخذ دي أبصر. نأتي من الأوبرا، مكان مبدأ بحرف متحرك، أخذ دي أو إلا أبصر. أنا ليس عندي مكتب، ده نفي، أخذ دي أو. جاي من مدينة بروكسل، مدينة تأخذ دي أو. يأتي من موريتانيا، موريتانيا دولة مؤنث، أخذ دولار.
ده دولة اخد دو بس. الفصل مكان مؤنث هو اللي اخد له دولة. القطار مذكر اخد دو عشان مكان مذكر. انت نقط من اين؟ طالما قال لي من اين يبقى تأتي مع التو تاخد اس. سسواغ هذا المساء فوزا لي انت سوف فير الفعل الاول المصرف يبقى التاني مصدر اخد فير. جون فيان دو فرانس جاي من فرنسا دولة مؤنث اخد دو. احمد واعمل فصلة يبقى امر مع التو اخد التالتة. مونيكا تأتي من فرنسا عايز يأتي مع عشان هنا دو يبقى اخد فيان. الجو معاها امينيا اس ابت اسكن هي دي اللي تنفع انا اسكن فين من اللي بتاعت الجامع دي ليفر كتب الفون الفيني الاون هم عندهم كتب يباخد اون. مصر نقط افريق مصر تكون نوها وسا دي المان نوها وسا جامع ياخدوا فيني لنهايتها هو النتي. الجو معاها الى الاقصر. الريفي كانت عايزه جو ابو صرف فا ما تنفعش عشان مع الجو تاخد في اي اس اخد التالت. باريس تكون مدينه اخد اي. احمد زويل نقط من مصر يبقى ياتي الاولاني. ام بتساوي الضمير ال يبقى ناخده فيان التاني. الجو من المدرسة فيان مع الجو هتبقى فيان لآخرها اس كله تصريف فينير. طب يلا مارك ومارتين دول بيساوي الضمير ال باخد نهايتها او ان تي. الفو معاها نهاية وزد اخد الاولاني. التو معاها اس اخد التاني. النو معاها نهاية او ان اس اخد الاولاني. ال معاها نهاية تي اخد الاخراني. كومو او كيف اون بتساوي الضمير ال اخد سوف نرحل باخد في ا بس تصريف اللير. النو معاها علو. روبرت ونيكولا جامع بناخدو فيو الاخرانية فو. الجو معاها في اي اس جوفا. بصيتي تمر انت للذهاب الى المدرسة بأين تمر دي من اين اين بأين. المغرب تكون ايست مبدوء بحرف متحرك اخد اي الا بصرف. فندودي برشا جمعة القادمة نو نو تصريف اللير زائد المصدر ادور على حاجة فيها اللير زائد المصدر يبقى اللو فير. باي بلد فونيفو مسيو تاتي سيدي يبقى من اي بلد اخد التانية. ونتي في الصيف انا اذهب الى حمام السباحة مؤنث اخد الا. أنت تذهب إلى في حديقة الملاهي يبقى أنت تتسلى أخذ لنهايتها أو إس التانية. سيتوغيست هؤلاء السياح يأتون من بلجيكا دولة مؤنث أخذ دي أو. أخويا يذهب دائما عند عمه عاقل في حالة العاقل أخذ شيء. بيبال الأراضي المنخفضة في الأراضي المنخفضة يبقى أخذ أو. نحن نتكلم تابلي. جي دو ناسيوناليتي جنسيتين دول جمع باخد دو عشان هي الوحيدة اللي هيجي وراها جمع. كريستين يسكن في مدينة نيس. نيس بتاخد حرف الجر اه. النيابة ده نفي في حالة النفي اخد يا اما دي او يا دي ابصرف اخد دي او. تيفا فيزيتير سوف تزور روسيا يزور مع روسيا. روسيا دولة مؤنث اخد لا عشان يزور لا تاخذ حرف جر. كندا دولة مذكر أخد أو. في كندا نتكلم فرنساوي. منبغ أبي من وي منتصف الليل شاك جور كل يوم يبقى أبي يرجع يبقى أخد كلمة ريفيان يعود آخرها تي. دومان غدا كو فا تي فير مصدر على طول. أنا اتولدت في مدينة طنطا المدن بتاخد حرف الجر آ. اكتيفيتي نشاط فاتي فيغ ستعمل هذا المساء يبقى اي نشاط التالتة. جينيين بقى انا لو احب لوت غين دومين قطار الظلام افعال التفضيل بتاخد معرفة وقطار الظلام مذكر. نحن نكون دي اورجان احنا اتفقنا مع بعض ان كلمة اورجان يأتي بعدها صفة مفرد مؤنث.
دائما، يبقى اخد ايجيبسيان. لا سومين نقط اون فا، يبقى لا سومين مؤنث اخد بغشها التانية اخرها او. مع سوي اختي ايد سيكو بين وزميلتها اكوتير سوف يسمعوني، باخد فونت الاولانية. جي فا انا سوف اتنزه، فعل ذو ضميرين لابد من تحويل السو والمصدر، ادور لك التانية. تي فا بغندر انت سوف تاخذ افيون الطائرة، الا ابص. ماسير أختي إن كوبين إترانجير، أختي زميلة أجنبية، يبقى عندها الأولانية. لا سويس سويسرا تكون أمباي بلد أوروبيان، الأولانية عشان بلد مذكر. نعم جي فيان أنا جاي من باريس، باريس مدينة بتاخد دو. كيلتون بفتل ما حالة الجو في سيناء، سيناء القاهرة والفيوم وسيناء، بتأخذ أو. دكتور مراد جاي من المستشفى، المستشفى مكان مبدوء بحرف متحرك، أخذ دي أو إلا بصرف. سون تيب وغجير مشروعات جمع مذكر، أخذ كل التالتة. اليان ريستورو يوجد مطعم في مواجهة أم فيز، بياخد دو. المنزل مؤنث يبقى أخذ دو لا. افيك موا مسيو تعال معايا سيدي، جي في على بلاج انا اتي للشاطئ بافيان الثانية الثالثة عشان امر مع البوت. جي فا انا سوف، الفعل الاولاني مصرف يبقى الثاني مصدر شيرشي، ابحث على الكمبيوتر. محمد فياتي يعيش في الولايات المتحدة الامريكية في واشنطن، مدينة بتاخد اه. تذهب انت هذا الصيف، يبقى اقول له اين. دان 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 نطق فيل في مدينتنا، اللي يوجد كثير من الأماكن، أخذ دي أو. جانفيير يناير اليوم، صباغ مساء بندو أثناء، لا صمم بغشاء الأسبوع القادم. أو البرازيل ينظم حفلة عيد تنكر، حفلة تنكرية بأخذ اليوم. جي في فيزيتيغ سوف أزور الأقصر، يبقى الأسبوع القادم عشان مستعد. العطلة أنا أذهب، أنا سوف أعمل ممارس جودو، يبقى منضو أثناء دي تلاتة أثناء العطلة. أون نوت أون فاب غندر سنأخذ أجازة نصف السنة، يبقى في يناير أكتب على أربعة. سوس واغ هذا المساء أكتب خمس. تعال نشوف السؤال اللي جاي. أوجد السؤال، صديقي يأتي من فرنسا، حول له دي أو من أين. تونامي صديقك فيان. بور فير ضيوف الطبقان، هقول له بور كوا لماذا، لكي يمارس الزحليه. بور كوا لماذا، توفا تذهب، اوباك الى حديقه، دي اتراكسيون حديقه الملاهي. قال لك جيغيس تالاميزون، اقول له اين تذهب. أو فاتي أين تذهب؟ قال له أنا أبقى في المنزل. سوسوا مثلا أين تذهب هذا المساء؟ قال له جي في أو بارك دي أتراكسيون، أذهب إلى حديقة الملاهي. يبقى كان هنا ناقص إس بس. جي فا أقول له أين تذهب، اللي هي أو فاتي أين تذهب أو أو تي فا. جي بصي أنا أمر بالإستاد، حول له بار أو بعين تو بصي تمر. آخر صفحة عندنا بعد رجوع الإيميل الرسمي، هيبقى عندنا إيميلات لازم نهتم بقى بالإيميل والموضوع ونشوفه مع بعض. هناخدهم طبعا في الحل في الأسئلة بتاعة المراجعة بتاعة كل الكتب. سألوه سلام في أي ساعة أنت تذهب لحديقة الملاهي، أقول له سلام، أقول له جيفا أنا أذهب، أوباك إلى الحديقة، دي اتراكسيون حديقة الملاهي. اسيتير الساعة مثلا خلاها 19. كومو هقول له انبس في اتوبيس. كلا اكتيفيتي اي نشاط انت سوف تفعل في حديقة الملاهي، هقول له جي انتغي انا ادخل. الاميزون انتي
أخش بيت الرعب، أي نشاط وخلاص. من أين تأتي؟ كيسك تي فا فير؟ ماذا تفعل هذا المساء؟ هقول له سلو سلام جوفيان، أنا جاي من النادي. ماذا ستفعل هذا المساء؟ هقول له جيفا، أنا سوف الليغ أذهب أو استاد، إلى الاستاد بوغ لكي البركوالي. ماذا؟ أقول له رجاردي أشاهد أن ماتش، مباراة. أو فاتي لو فندودي، أنا أذهب إلى النادي. أين تذهب يوم الجمعة؟ هقول له أنا أذهب أو كلوب إلى النادي. أفيك كي مع من؟ هقول له جيفا، أنا أذهب أفيك علي، مع علي. كيس كتيو فا فير؟ ماذا تفعلون معا؟ هقول له نوزر لو، نحن سوف جويي نلعب أو تنس. هذه الإيميلات. أي نشاط أثناء الأجازة؟ النشاط والمكان. هقول له بندو أثناء، هناخد موضوع واحد من الاثنين. لي فاكونس الأجازة. جي فا لير، أنا سأذهب آلا أو أليكس إلى الإسكندرية. حطينا على أكسون عشان مدينة. جي فا، أنا سوف أذهب لير أميك مع ميزامي أصدقائي. نظلو، نحن سوف ناجير نسبح ألامي في البحر. الحمد لله رب العالمين، أنجزنا كتاب جينيال سنة تانية، كله على خير يا رب. الحمد لله رب العالمين، أتمنى أن تكونوا استفدتوا. أشوفكم بخير يا رب في فيديوهات تانية، إذا كان في العمر الباقية وفيديوهات المراجعة بقى، ونكتب الإيميلات والموضوعات بالتفصيل. أتمنى من ربنا أن تستفادوا. أشوفكم بخير يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.